ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء علي رضا، الرئيس الفخري لجمعية مستثمري البحر الأحمر. تحياتي لحضرتك سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم، تحياتي ليكي ولضيوفك الكرام والأستاذ وليد البطوطي، ده راجل من الناس المحترمين في قطاع السياحة. احنا معانا الأستاذ طارق سرحان الخبير السياحي. هي فرصة إن أنا أحييه برضه. وليد البطوطي اعتذر. أهلا وسهلا أستاذ طارق، ربنا يخليك. طيب سيادة اللواء، يعني في قرار طلع امبارح برفض او وقف قبول طلبات شركات السياحة بفئاتها المختلفة بصفة مؤقتة لمدة عام. هل حضرتك مع القرار؟ القرار ده تصويب لأخطاء كبيرة خلال السنوات السابقة، لأن احنا توسعنا في الشركات وبقت العملية زيطة، وما كانش فيه لا ضوابط ولا قواعد معمول بيها، ومعظم الشركات دي كانت بتتعامل بالواسطه. فانا بعتبر ان سياده الوزير حط ايده على مشكله من المشاكل الكبيره اللي مسببه الصراع اللي موجود داخل القطاع ومكبرة الجمعية العموميه بدون عائد اقتصادي على البلد. احنا عندنا كام شركه سياحه يا سياده اللواء في مصر؟ الشركات دي لا تعمل، عبارة عن كرتونة بيتم بيعها في السوق. يعني ايه يا فندم؟ اللي هي الرخصة يعني. شركات السياحة محتاجة اعادة مراجعة واعادة صياغة في القانون الجديد، عشان كنا عايزين نحافظ على السياحة في مصر ونحافظ على مستواها، لان احنا انهارنا انهيار وبقينا سمعتنا بقت وحشة في الاسواق الخارجية وفي المقاصد السياحية العالمية، لان احنا على الاقل لصق فينا تهمه ان احنا مقصد سياحي رخيص. ده سببه الصراع الغير محسوب واللي بيعمله ناس غير متخصصين، وبالاضافه للاحتكار. طب يا فندم، هل مشكله السياحه في مصر مؤامره سياسيه على مصر، ولا في قصور بالفعل في المسؤولين؟ يا فندم، احنا مصر كدولة مستهدفة، وأنا بأؤكد الكلام ده من واقع خلفيتي الأمنية والعسكرية. احنا نعلم ان مصر مرت بظروف قاسية، وان يعني انتفاضة 25 يناير دي كان لها تداعيات خطيرة على مصر كلها وخصوصا السياحة، واحنا كنا بنتعرض لحرب اللي هو قفل الدولار عن مصر او حرمان مصر من الدولار، لان احنا معروف عننا ان احنا وارداتنا اكثر من صادراتنا بكثير، وعندنا عجز في الموازنه بتاعتنا، فالعالم كله كان بيقرص علينا عشان الشعب يصور ويعمل فوضى ثانيه عشان يتخلص من القياده الحكيمه اللي ربنا حابة مصر بيها، اللي هو سيادة الرئيس السيسي. طب سيادة اللواء، عايزة أسأل حضرتك سؤال يا فندم. طب أنا عايزة أسأل حضرتك سؤال يا فندم. طبعا المستثمرين، يعني حضرتك راجل لك دور كبير جدا في منطقة البحر الأحمر ومن أحد مستثمري البحر الأحمر. طيب مشاكل السياحة، كيفية التخلص من هذه المشاكل ورجوع السياحة المصري تاني إزاي؟ خاصة أن الأستاذ طارق سرحان بيطالب بسن بعض التشريعات داخل مجلس النواب زي قانون التوقيع الإلكتروني، موضوع الحجز من خلال الحجز الاشخاص من خلال النت، ده يعني مشكله. فهو حابب ان هو يحط قانون مجلس النواب يحطه علشان يقدر يوقف هذه الظاهره. فراي حضرتك، وازاي ان احنا يبقى في حلول سريعه للسياحه؟ الحلول السريعه نمره واحد، ان احنا نتوحد، ان احنا ننبذ الخلافات اللي داخل القطاع، لان النهارده في صراع بين المستثمرين الكبار والمستثمرين الصغيرين، يعني اللي عنده عدد فنادق كبيره اللي ماسك اللعبه شركه سياحه واوبريتور في الخارج وفنادق هنا، يعني بقى نوع من الاحتكار. احنا قطاع مفكك وسيبنا الساحه لسنوات طويله، تركنا الساحه لسنوات طويله. احنا عملنا ايه؟ احنا قاعدين نتكلم ونشتم في بعض ونتخانق مع الوزير
ونتعصب على مش عارف ايه، واحنا نفسنا ما عملناش حاجه. الدوله اكرمتنا، ادتنا اراضي رخيصه، ادتنا اعفاءات ضريبيه، عملت لنا البنيه الاساسيه. كان يتعين على القطاع ان يعمل القطاع الخاص السياحه السياحي ان يعمل على الاقل للتحرر من الشركات التركيه في السيطره على السوق الروسي. ماذا قدم القطاع؟ احنا محتلين من الشركات التركيه للسوق الروسي، ومع هذا ما هيجي يفتح السوق الروسي اللي احنا بننتظره بلهفه، هيسيطر عليه برضه الشركات السوق وتتحكم في الصراع السياحه. احنا الناس الكبار عندنا او ما يطلقوا على انفسهم خبراء، هم خبراء في تدمير السياحه وليس في رفع السياحه. طب بمنتهى الصراحه يا ما شفتش سايح في العالم ما شفتش لحد بينزل في فندق الفندق بيتحمل ضريبه القيمه المضافه او ضريبه المبيعات زائد 12% الخدمه بتاعه العاملين الا في مصر. طب سياده اللواء، انا عايزه اسال حضرتك سؤال يا فندم بمنتهى الصراحه وسريعا عشان وقت البرنامج. العاملين في السياحه او المستثمرين في مصر في مجال السياحه ظالمين ولا مظلومين بصراحه وسريعا؟ المستثمرين ظالمين، العاملين مظلومين، لان المستثمرين الكبار حكموا السوق. احنا اسمنا سوق رخيص، اسمنا مقصد رخيص، واحنا زملائنا كانوا في اوكرانيا وهم بيعرضوا الفنادق بالاسعار. الناس اللي هم هيشتري مننا او هيبيع لنا هناك بيسال المستثمرين انتوا اسعاركم رخيصه قوي ليه كده؟ طيب شكرا لسيادة اللواء علي رضا الرئيس الفخري لجمعية مستثمري البحر الأحمر، كل الشكر لحضرتك.